في ناس بيقولوا إنه نحن ما بنحكي إلا على السلبيات بالبلد ومننسى النصف الممتلئ من الكأس. هو ما نصف ممتلئ بس إنه فيه كم نقطة مي. لهيك نحن قررنا بهالحلقة نحكي عن أهم 6 أسباب رح تقنعك عزيزي المواطن بإنك تبقى بالبلد وما تهاجر. جيب ورقة وقلم وسجل لي عندك 100,000 مقاتل. السبب الأول، أنت بتعرف يا مواطن أنه المصرف التجاري السوري بيعطيك قروض صغيرة؟ بتعرف؟ أنت بتعرف ولا لا؟ سمعان حدا من الشباب اللي هاجر أو ما يهاجر راح زار المصرف التجاري السوري شافوا القانون رقم 8 تبع تمويل الصغير والمتوسط، يا أخي بده يبحث كمان، يفتح الانترنت يبحث يا أخي، ابحثوا بالنت بدل ما لكم مقضيين على الفيسبوك والتيك توك وعلى جوجل، بدل ما تكتب فستان هيفا وهبي اكتب المصرف التجاري السوري وروح على المصرف التجاري واطلب قرض صغير لتفتح مشروع وخود هالقرض وادفعه رشاوي واتوات حتى يسمحوا لك تفتح مشروع صغير. هو صح ما رح يبقى شيء من القرض لتعمل مشروع، بس على قليلة انت حاولت تعمل شيء. اما السبب الثاني اللي رح يخليك تبقى بسوريا وما تهاجر، وكون سوريا هي عمود السماء في الارض وهي مركز توازن الارض، واذا ما اهتز هذا المركز ستهتز الأرض. هل تعلم عزيزي المواطن أنه المتعهد لما بنى سوريا صب عمود من الأرض للسماء؟ عشان هيك إحنا عندنا مدينة عمودة. يعني أنت كمواطن عايش على هالعمود وما لك حاسس، وإذا ما اهتز هذا المركز ستهتز الأرض. صحيح، لهيك لما كانت إسرائيل تقصفنا كانوا ينزلوا يدبكوا فتهتز الأرض فيهتز الكيان الصهيوني، وهذا أعلى درجات حق الهز. مخ مقاوم ما له حل. السبب الثالث، وأحد المواقف التي لا أنساها كان يجلس مدير مكتب المجلس الإقليمي لليونسكو وهو من عمان، فأراد أن يعبر عن مشاعره فقبل أن يتكلم بدأ بالبكاء. فسألته ما الذي يبكيك؟ قال أنظر إلى دول العالم المحيط بكم والذي تتوفر لديه كل أسباب السعادة والرخاء والرفاهية، ولم يستطع أن ينجز ما أنجزتم، وأنتم على الرغم من كل الحرب وكل الظروف معلميكم استطاعوا أن يحققوا هذه الكفرة النوعية في الوصول إلى العالمية كما هو دائما النظام التربوي السوري. لك افتخر يا سوري، نظامنا التعليمي وصل للعالمية وصار ترند بس على التيك توك واليوتيوب. ولف لي حاشيش حتى افهم منهاجي، ما بدي نقل وتغشيش بدي اتخرج حاجي. السبب الرابع، هل تعلم عزيزي المواطن انك عايش ببلد رغم كل ظروفه الاقتصادية السيئة الا انه ما بينام وجاره جوعان؟ انا الهاجس الاساسي كيف يمكن ان نوصل الغاز المصري الى اهلنا في لبنان، وكيف يمكن لنا أن نسرع وصول الكهرباء الأردنية إلى أهلنا في لبنان عبر سوريا. يعني تصوري هذا الموقف، سوريا عندما احتاجت لبنان إلى أدوية أرسلت الأدوية، عندما احتاجت إلى بنزين ومازوت أرسل البنزين والمازوت، حتى الأكسجين للمشافي. لك حتى بتصفيات كأس العالم عطيناهم 3 نقط ليكمل المنافسة. الله عليك يا سوريا، أنا سوري أهياني إيالي. ولأنك سوري وأهياني إيالك خليني خبرك السبب الخامس لحتى أقنعك تبقى وما تهاجر. عندك حلم وعاوز تحققه ومش قادر؟ بخمسة جنيه بس الدولة الحنونة مستعدة تحقق لك حلمك شو ما كان، بس بشرط بسيط، إنك تخدم بالجيش وتتصاوب وتنشل. بس انتبه، لازم تتصاوب ما تموت، لأنه ساعتها الدولة رح تحقق حلم أهلك بامتلاك ساعة حيط. ما تركونا الجماعة وقدموا لنا مشروع خراف. شكراً إلي، شكراً لكل شيء بيعمل عمل خير. طب هذا المشروع؟ مشروع مهم، وكان هذا حلم نواف على فكرة، كان حلمه، كان يقلي دائماً أنا بحلم يكون عندي غنم أو راعي غنم وهيك، وإجا يوم الحمد لله الله يروح حققه له حلمه. بعد ما استعرضنا الأسباب الخمسة بنوصل للسبب السادس والأهم يلي رح يخليك تبقى بالبلد وما تهاجر.
2 hours later. جواز السفر السوري. إيه نعم عزيزي المواطن، كونك سوري وبتمتلك جواز سفر سوري هذا أهم سبب بيخليك تبقى وما تهاجر. راح تقلي ليش؟ لأنه لوين بدك تهاجر يا حسرة؟ ما حدا بيستقبلك. لهيك ضل بالبلد واستمتع بالميزات اللي ذكرناها. وكون مبسوط.